تواصل سيراتو الجديدة البناء على سمعتها في التصميم الحاد والأداء الرياضي، حيث تقدم المزيد من الابتكارات لسابقاتها من حيث مقصور الرحبة فائقة الحداثة، والتي تركز على السائق والمزودة بشاشات رقمية مع أحدث جيل من المعلومات والترفيه. تأتي إلى فلسطين بثلاث فئات: ستاندرد ولكجري وبريميوم. أما هذه فهي أعلى فئة البريميوم، وتتميز عن الأخرتين بمفتاح دخول ذكي وكاميرا خلفية ومستشعرات أمامية وخلفية وثلاث أوضاع قيادة. للتشغيل اضغط الفرامل واضغط زر التشغيل. مقود كهربائي بمفاتيح متعددة الوظائف، يمكن التحكم بارتفاعه وقربه يدويا. عند الريفيرس تظهر كاميرا خلفية بخطوط توجيه تفاعلية ومستشعرات الاصطفاف. علبة تروس أوتوماتيكية بست سرعات تدعم الوضع الرياضي الذي يؤخر زمن التغيير وكذلك التبديل اليدوي. لنشغل الأضواء الأمامية الآلية ونشغل الغمازات. نافذة السائق آلية. حال الخروج بالمفتاح تصدر المقصورة تنبيها بخروج المفتاح والمركبة في حالة التشغيل. حسب صحيفة موتور ون المختصة بمقارنات السيارات وفحص اعتماديتها، فإن سيارات الكيا بالمجمل يمكن القول بأنها تعيش فترة طويلة من الزمن بعد أن أثبتت أنها فعلا منافس قوي للهوندا والتويوتا الأكثر مبيعا في أمريكا. وبحسب جاي دي باوا المختص بالاعتمادية، فمن اللافت أنهم وجدوا أن سيارات كيا من أكثر السيارات اعتمادية في فئة السيارات الاقتصادية في السعر. أترك لكم روابط المراجع في الوصف. يبدأ سعر السيارة من 32 ألف دولار، أما فئة البريميوم في هذه المركبة فسعرها 37 ألف دولار، واحصل على خصم من أوتو برايم بقيمة 1000 دولار. ويبلغ طول المركبة 4.6 متر وعرضها 1.8، ويبلغ وزنها الإجمالي 1.7 طن. الطراز الجديد من الإضاءة بتصميم مدمج في الشبك الأمامي وخط عرضي متصل في الخلف. يبلغ حجم الصندوق الخلفي 502 لتر، ويمكن ثني المقاعد الخلفية لزيادة الحجم. بعد ضبط مقعد السائق ليناسبني والذي يمكن ضبطه بست طرق يدوية، لا زالت المقصورة الخلفية توفر مساحة ممتازة للبالغين حتى في المقعد الأوسط. لنتفقد المحرك. محرك المركبة بنزين 4 أسطوانات 1600 سي سي 16 صمام تنفس طبيعي، يولد 128 حصاناً وعزم دوران 155 نيوتن في المتر عند 6300 لفة في الدقيقة. يتسع خزان الوقود ل 50 لتراً، وتقول الشركة أن السيارة تحتاج 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر. تستخدم المركبة نظام المعلومات ورفاهية بمقاس 8 إنش، يعمل باللمس ويدعم خاصية وايرلس أبل كار بلاي وأندرويد أوتو سلكي أو وايرلس. اشترك بالقناة وفعل الجرس لمعرفة كل شيء عن كيفية تفعيلها واستخدامها بأفضل طريقة. شاشة الراديو، ويمكن استخدام هذه العجلة للتبديل اليدوي، واضغط للتحديد. قائمة القنوات المحفوظة. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. المالتي ميديا. إحسان إلى يوم الوفاء. وبعد، مع اللقاء السادس في تفسير سورة طه. أيها الكرام، شاشة الضبط. ساق سبحانه جانبا من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل. الواي فاي لتحديثات النظام وربط نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو من خلال شاشة فون بروجكشن. إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. أزرار اختصار لكافة الشاشات. فتحات تهوية بتصميم جديد. تكييف آلي بمنطقتين مختلفتين.
إعدادات التكييف المختلفة. منطقة هاتف، وصلة USB، ومنطقة تخزين أخرى. تفعيل مساعدات الاصطفاف. أوضاع القيادة وتشمل الوضع الرياضي والذكي والعادي. هاند بريك عادي. مناطق أكواب، مسند يد، ومنطقة تخزين. من هنا للتحكم بشاشة السائق، والتي تحتوي شاشتين رئيسيتين، شاشة الضبط وتشمل مختلف أدوات الضبط من مساعدات السائق والإضاءة والأبواب والإغلاق وغيرها. وشاشة معلومات استهلاك الوقود والمسافات المقطوعة والتوقيت. زر تثبيت السرعة، ويجب أن تسير السيارة لسرعة تزيد عن 30 كيلومتراً حتى يتم التفعيل. على الجهة اليسرى للتحكم بالمالتي ميديا، والأوامر الصوتية تعمل فقط مع خاصية أبل كار بلاي واندرويد أوتو. هنا زر مراقبة هواء العجلات وزر التحكم بالجر. فتحة سقف، بضغطة واحدة تفتح وتغلق. اضغط لأعلى للتهوية. إضاءة المقصورة الأمامية والخلفية. علبة للنظارات الشمسية. ستارة شمس ومرآة. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية مراجعتنا لمواصفات كيا سيراتو 2022 الجديدة. شكراً لمتابعتكم الطيبة.